خلينا ننتقل بقى كابتن خالد الى تنس الطاوله. ما شاء الله. تنس الطاوله عندنا برضو في تقرير، التقرير الشباب جاهز ولا لسه؟ جاهزين. نطلع نشوف التقرير الاول يا كابتن خالد، يلا بينا. وبعد كده نرجع نتكلم عن التنس الطاوله. خلي بال حضراتكم احنا هنتكلم عن كل شيء، معلش احنا مؤخرينكم النهارده او مسهرينكم النهارده، ولكن الحقيقه كل الناس في النادي الاهلي تستحق، كل الناس في النادي الاهلي تستحق ان احنا نقول المجهود اللي اتعمل من خلال وجود الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. خلينا نطلع نشوف ماذا قال اللاعبين في تنس الطاوله رجال وسيدات ونرجع نكمل. كابتن خالد العوضي، طبعا احنا علاقتنا بيه من زمان، يمكن من قبل 30 سنه، وهو لما كان حارس مرمى فريق كره اليد كنا بنجتمع كلنا ونلعب كره قدم مع بعض في الملعب في الجزيره. علاقتنا بيه طيبه جدا بصراحه، هو واقف معانا جامد، موفر لنا كل الحاجات اللي هي تساعدنا ان احنا ناخد بطولات. الحمد لله ما فيش حاجه طلبناها الا والحمد لله حققها، يعني عملها. يعني الصالة كانت هنا زي ما انت شايفة، يعني كان فيها شوية تجديدات، خلص لنا موضوع صالة المنتخب ورحنا بقينا نتمرن في المنتخب يمكن من شهر رمضان لحد نهاية الدوري الحمد لله. كابتن خالد العوضي من أحسن مديرين النشاط اللي جم في النادي الأهلي، لأن طبعا كابتن خالد كان بطل في كرة اليد وكان حارس مرمى النادي الأهلي وحارس مرمى منتخب مصر، وإحنا أما بنروح له في أي حاجة بصراحة متفاهم جدا وفاهم احنا عايزين ايه. والسنة دي الحمد لله من ساعة ما مسك الكابتن خالد واحنا نتائجنا بسم الله ما شاء الله، كل الايفنتات واخدينها والدرجة الأولى، حتى كسبنا الدرجة الأولى دوري ممتاز أول، ودي السنة الـ14، والسيدات طلعنا الأول، وجميع الايفنتات الناشئين خدنا المركز الأول. طبعا كابتن خالد اسم كبير جدا في الرياضه عموما، قبل عندنا النشاط الرياضي ده اسم كبير جدا، وطبعا الشغل باين جدا في كل الالعاب، مدعم جميع الالعاب والنتائج هايله جدا السنه دي، واحنا بنشكره جدا على الدعم دوت، وبنتمنى طبعا استمرار الدعم ده على طول في كل الالعاب وخصوصا في تنس الطاوله. يعني كابتن خالد اصلا راجل رياضي، ففاهم في الرياضه وفاهم يعني ايه رياضه، واي حاجه بنطلبها منه بيبقى فاهم اي حاجه يعني بنتكلم فيها، فده بتفرق عن واحد ملوش علاقه بالرياضه واداري فقط يعني، فكون هو كان بيلعب رياضه وبطل كبير فدي بتفرق جدا في الاداره بعد كده. اظن واضح في جميع الالعاب مش في التنس طاوله بس، سواء باسكت فولي جميع الالعاب باين ابتدى يبقى فيه اهتمام بالاعضاء بتوع النادي، طبعا ابتدى يبقى فيه تغيير، بقينا بنكسب كل البطولات غالبا الاهلي، يعني احنا متعودين على كده بس شايفين حاجه احسن بكتير في جميع الالعاب، وتطور واهتمام بالصغيرين. بما اني مدرب 11 سنه فانا بقول لحضرتك ان احنا فرقه 11 سنه في الاهلي كلهم اعضاء عاملين للنادي الاهلي، ما فيش اي حد من بره النادي، وتصنيفهم ما شاء الله بقى هايل، والاتجاه ان احنا نهتم بالاعضاء ده حاجه انا شايفها مستقبل للنادي. انا زمان كنت لعيب في النادي الاهلي، واول ما لعبت في النادي الاهلي من وانا عندي 8 سنين. طبعا الكابتن خالد قام بتطوير الألعاب الجماعية، واضح الكلام دوت من النتائج بتاعة الفرق الجماعية اللي هي طايرة سلة يد. أنا عندي كتنس طاولة يعني كل طلباتنا كانت مجابة لفريق تنس طاولة بالكامل، وكل احتياجاتنا وكل حاجاتنا، ولو بصيتي قدام شوية هتلاقي فيه صيانة بتتعمل في صالة تنس طاولة ما اتعملتش من ممكن مده طويله قوي. كابتن خالد طبعا السنه دي كان اول سنه موجود معانا، يمكن احنا بالذات في حاجات كتير جدا بنلجا ليه فيها بالنسبه للعيبه، عندنا كذا لعيب مغترب، عندنا يعني طلبات كتير الفتره اللي فاتت، فدايما بيبقى في كونتاكت بيننا وبينه، ويعني الحمد لله يعني السنه دي النتائج كويسه بالنسبه للناشئين كلها، وطبعا الرجال والسيدات